بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عنا هذا موتور اكسبريس اسونس باش نحلو الكلاس نتاعو. نحلو الكاش سبواب بتريز. السباب حلو جيبوا مفتاح داش باش نحلوا الرومب لا صفر هذوما مفتاح داش هذا زوج داش جيبوا 10 باش نحوا بومبو زاده لا 10 بيب عندنا 11 معها الروم هاي ب 11 يجي من الحل يجي من حلو الروم راح 10 عندنا سيبور موتور سيبور تورنتير هكا تحلو حط في الكاش هذيك الرومب عليناها اجبد المضاف الاتجاه عندنا 8 تيجات حط في الوسط جيبوا 17 كار عشان نحلوا فيه الكراس أنا
كي حلين البلونيت نحلو الكاش تاع الشين، هذاك كاش الشين نحلوه. انا هذا يشتر نظيف فقدناه يشتر نظيف ما فيش شيء ما فيش حتى شيء مره واضحة هذا يشتر نظيف وخزروك في استعمله ما فيش محرف ولا حاجة كي يبدأ بيلع يبدأ فيه حرف هذا ينظيف شفتوك فيش نظيف هكا يبدأ مر واضح نبيعوه اشتر اللي بس عليه يبدأ إن شاء الله استفدتوا السلام عليكم فما تكون الأخوة يعني يسأل السيجمونات وعلى هذا الفاشي او الشامبر هذا يسموه كل عنده عدة اسماء يعني وين يجيو كيفاش يركبوا هذه تو بيستون هذه بيستون هذه تو بيستون بيستون هذه تتكون يعني هذه بيله تركب الضغط عند الخراط هذه بيلة وهذه بيستون وهذه كوسيني القشرة متاع الفيمبكا أو الكول أو الكرانك وهذوما السيجمونات اللي هما الفاشي أو ال أو الشامبر أو يسموهم هذه بيستون السيجمونات يعني في تركيبهم أحيانا الإنسان يحافظ عليهم يعني عندهم 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 بانس خاص وعندهم تنجم نحيهم هكا كما هكا توا بالكعبة بالكعبة نحيهم هكا تحافظ عليهم سياسة بالسياسة نحيهم هكا بالكعبة بالكعبة كلهم نحيهم سياسة بالسياسة تحافظ عليهم بالكعبة بالكعبة الباقي مش كسرة وهذه تحت منها هذه الرسول متاع ترمبة متاع الجسر معناتها عندنا السيجمونات فما أنواع يعني البيسونات فما أنواع فما فيها زوز فما ثلاثة فما اللي فيها ثلاثة فما فيها أربعة فما خمسة أنت والموديل فما اللي فيها واحد واثنين وثلاثة وأربعة أنت والموديل يعني هذه بيستون فيها ثلاثة اللي هو متاع الزيت هذا لازم يكون تحت رسور باش يخلي الفضاء باش يقريس الزيت يكتل هذا هيك نخلوه هنا متاع الزيت سنقوم متاع الزيت سما هذا سنقوم متاع الزيت اللي هو عندنا الزيت والضغط والحرق والحرق يعني ثلاثة أنواع هذه طبعا الكبيره ديما تجي هذه نتاع الزيت هذه الزيت البيستون يعني برا في التركيب زاد كيف كيف نساعدوا عليها ننزلوا بها هيك بشوي بشوي ونحطوها باش ما تكسرش ونجيبها في الوسط بالضبط ونحطها مكانها وندوروها باش ما نتاكدوا اللي هي ركبت ندوروها كان دارت معناتها تاكدنا اللي هي ركبت ندوروها كان دارت معناتها تاكدنا اللي هي ركبت وعندنا فيهم هنا كلمه تلقى فما كلمه توب الفوق مكتوبة هنا تلقى توب هذيك ديما جي فوق يعني تلقاها في كل السيجمونات تلقى كلمة توب جي فوق عندنا الأغلبية اللي تلمع هذه ديما اللي تلمع هذه جي فوق هي أول واحدة والهذية العادية اللي هي شكلها عادي ما تلمعش جي في النص والكبيرة جي لوط اللي هي متاع الزيت تلقى فيها كلمة توب هنا مكتوبة تحط التوب الفوق وتركب كما توا هكا
وترجع عادي كشونه وندخلها في مكانها. اذا كان دارت معناتها ليست سليمه، اذا كان دارت لكن اما ما تنساش انها تنظف مكان الوحده هذه، تاخذ طرف لام من شعر كلها وتنظفها من داخل بكذا بكذا قبل ما تركب السيجمنت هذوما وتشوف. ما توا بالنسبه لتركيب السيجمنت كيف تركب، اذا كانت دور هي لازم دورها الدور هيك راهي معناتها راكبه صحيحه ما فيها شيء. كيف كيف نجوا للاخر الاولانيه هذه ديما نلقوا كلمه توب الفوق مكتوبه، حطوا التوب فوق ونرجع بسطها بسهوله تامه هيك بالسياسه بالسياسه، ما نقوش عليها ما نقوش عليها باش ما تكسرش ونرجعوا مكانها. يعني تدخل بالسياسه ما فيها شيء. اذا كان يدوروا هكا لاباس عليهم، كل ما يدوروا راه راكبين صحاح في التركيب في الـ في الـ في, الـ في الشميز كذاك بيسون السيجمونات هذوما الحروف هذه المحلوله ما نجيبهمش جهه الاكس هذه حتى واحد منهم. تجي نتاع الزيت تحطه هنا في الوسط في المكان الفارغ هذا، تجي الخوه تعكسه بالعكس في المكان الاتجاه المعاكس العكسي، هذه من هنا مثلا وهذه من هنا، وتجي الفوقانيه مثلا تقسمها هي واختها من هنا مثلا هكا شويه ما بيناتهم هكا تقسموا المكان المسافه هكا باش ما يجوش في باش ما يجوش على حر على ال على ال على ال على بلاصه الاكس بيسون هنا باش ما يكونوش قراب. وهذه تحطوها وحدها ديما فريده خاطر هذه نتاع الزيت، هذوما زوز هنا تحاول تبعثهم على بعضهم في المكان هذايا الفرق. طبعا مش البيستونات كلها فيهم المسافه هذه كلها، فما تلقى كان دوره بركه صغير تلقى عندك مسافه وين تحط السجمو، يعني مش مسافه كثيره كما هذه. هذايا بالنسبه لعمليه السجمونات وال وشنو يلزمهم خاطر برشا الاولاد. ان شاء الله تعجبكم العمليه هذه وتفيدكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا يا ربي شكرا.